مصطفى سمير 29 من كركوك. شلون اكتشفت انه عندك هذه الموهبه؟ من الصغر ويا العمام ويا الاب ويا الاخوان وبين الاقارب. كركوك ما بي مدارس بالالات الموسيقيه والتفنن بالصوت، طورت نفسي عن طريق الاساتذه وعمي وابويا وخوالي بين المجتمع البيئي اللي عايشين بيه. عراق قائد البرنامج ناجح، ويشرفني انه اكون انا فنان قدام اساتذه، ويشرفني انا اصير تلميذهم. ويلي على الدخول. تاتلسي درنا يا ماما مجلسين. الله. يا ما نماني فتخلق من كل وجه جميل ونقق. عشت يا مصطفى، عشت.